جهاز البورثا كاث او الكيمو بورت اللي بنحطه لاعطاء العلاج الكيميائي خصوصا لمريضات سرطان الثدي، حنحكي عنها التفصيل بشكل مفصل واهميته للمرضى اللي بدهم ياخذوا العلاج الكيميائي ويكونوا على الموعد. الله يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده معي دكتور فابي ببرنامج دبتشي. كثير بنسأل وبنسأل نحن عن أهمية الجهاز اللي بنركبه لإعطاء العلاج الكيميائي اللي اسمه كيبو بورت أو بورتا كاب. حقيقة شو هذا الجهاز وشو أهميته وليش نحن بنحطه؟ نحن بنعرف إنه في بعض أنواع العلاجات الكيميائية وخاصة لسرطان الثدي هي بتنعطى حصرا عن طريق الوريد، وبنعرف إنه نحن الوريد مثل وقت ما نعطي فيه المحاليل سواء المحاليل الوريدية أو أدوية مضاد الالتهاب بشكل روتيني بنفتح قطرة بالوريد اللي بنسميها كانيولا، وهذه القطرة تكون مؤقتة ونعطي فيها العلاجات الدورية. إنما الحقيقة نحن نعرف إنه أحيانا هذه القسطة إنه بتمكن تأذي الوريد، حتى للأدوية العادية ممكن يصير تسريب للدواء خارج الوريد وبالتالي ممكن يسبب وزمة وألم واحمرار والتهاب بالمنطقة، وهذه نحن بنعرفها بشكل طبيعي عند إعطاء أي محلول وريد. إنما الأدوية الكيميائية لها تأثير إضافي للتأثيرات اللي إحنا بنعرفه، إنه هاي أدوية ممكن تعمل أذية للأوردة بشكل أكبر من الأدوية الأخرى سواء مضادات الالتهاب أو الأدوية الأخرى، وخاصة إحنا وقتنا نعطي العلاجات الكيميائية، العلاج الكيميائي هي الجرعة الواحدة تستمر لعدة ساعات وتكون ممزوجة بعدة أنواع من الأدوية وتحتاج إلى تكرار قد تقوم كل أسبوع أو كل أسبوعين أو ثلاث أسابيع، وبالتالي عند إعطاء العلاج الكيميائي شافت الدراسات انه عند اعطاء عن طريق الوريد المحيطي حقيقه عم يعمل اذيه وعم حقيقه يخرب لنا الاورده وعم يسبب الام للسيده، وبالتالي وصلت الدراسات لقناعه انه عند اعطاء الادويه الكيميائيه يفضل اعطائها عن طريق وريد مركزي كبير. شو هو الوريد المركزي؟ نحن نعرف انه في عندنا اورده بالجسم تحت الجلد موجودة في الأين وبالرجلين، في عندنا أوردة المركزية اللي بشكل أساسي إن الأوردة اللي بتكون في العنق أو اللي تحت الترقوة اللي اسمها الوريد المداجي أو وريد تحت الترقوة. طبعا هاي الأوردة هي بتكون أوردة كبيرة فخينة وعلى اتصال مباشرة بالقلب، وبالتالي ما يعني وقت بنعطي الدواء عن طريق هاي الأوردة ما بدها فترة تمر عن طريق الدورة الدموية بشكل كامل، بتوصل مباشرة للقلب اللي بيوزعها لكل أنواع الجسم، وبالتالي الطريق بيكون أسهل. الآثار الجانبية أو تأثير الأدوية على هاي الأوردة بتكون كتير معدومة لأنه قطرة كتير كبير وضغط الدم بيكون فيها كتير كبير. طبعا حتى نوصل لهي الأوردة الكبيرة غالبا نحن نحتاج إلى تركيب قساطر خاصة مثل القساطر اللي بنركبها مثلا بغسيل الكلى، أو أحيانا عند إجراء بعض العمليات الجراحية الكبيرة في قساطر خاصة بنركبها، هذه القساطر بتكون مؤقتة وبنشيلها، بس وقت في حاجة للعلاج الكيميائي مثل ما حكينا ونحن بحاجة إنه نعيد الجرعات بشكل متكرر، فهون نحن بنلجأ لأنه نحط قسطرة ضمن الوريد بس بيكون متصل بمستودع أو بورت كثير صغير، هذا بنحطه بشكل مخفي تحت الجلد وبالتالي بيكون دائم. كيف يعني دائم؟ يعني نحن بعملية بسيطة بتقدير غالبا بتكون موضعي بنركب هاي القسطرة مثل ما بكون شايفين في الصورة انه بنوصلها بهذا الجهاز وبيكون تحت الجلد، بيكون فقط شقص كثير صغير، وبالتالي عند الحاجه احنا وقت بدنا نعطي اي علاج كيميائي او اي دواء عن طريق ابره من فوق الجلد نحن بنحسس هذا البورت او هذا المستودع اللي غالبا بيكون نوع من انواع المركبات التيتانيوم او البلاستيكي المقاوم، وبالتالي ندخل ضمن هذا المستودع ونعطي هذا الدواء. طبعا مثل ما حكينا هذا المستودع بيكون موصول عن طريق الوريد المركزي بقسطره موجوده ضمن هذا الوريد.
طبعا أثناء الحقن بتكون تقريبا ما في أي ألم، ما في أي آثار جانبية. الوريد مجرد الانتهاء من أعطاء الدواء احنا ممكن نشيل الإبرة والمريضة بتكمل حياتها بشكل طبيعي وتعاد هذه كرة ما احتجناها. هذا الجهاز ممكن يتركب أو يتم بشكل آمن سنتين أو 5 سنوات، بس غالبا نحن بعد الانتهاء من الجرعات العلاج الكيميائي بنخليه لفترة بسيطة فقط، وبعدين ممكن نشيله بتخدير موضع شقة كتير صغير وتنشال هذا الجهاز ويبقى محله فقط جبهة كتير صغير. سؤال، هل هناك أي آثار جانبية لتركيب هذا الجهاز؟ مثل ما حكينا هذا الجهاز بتركب تحت التخدير الموضعي، وغالبا بالإيد الخبيرة ما بيكون في أي آثار جانبية، عملية جدا جدا بسيطة. ما بنحكي هلا طبعا أي إجراء، حتى مثل ما حكينا فتح الوريد المحيطي قد يعمل شوية مشاكل طبعا، بس بالإيد الخبيرة غالبا ما بيكون في أي مشاكل إنه. السؤال الأخير، هل بحاجة إلى عناية خاصة؟ نحن وقت نركب الجهاز فقط أثناء أعطاء العلاج الكيميائي طبعا في بروتوكول معين أنه إحنا نعمله فلاشينج مر سوائي فيه مشان ما يسد هذا القسطرة، بس إذا ما كان شيء المريضة ما عم تأخذ بالعلاج فهون على الأقل خلال فترة كل 3 أسابيع أو كل شهر لازم نعمل غسيل القسطرة بمحلول ما يلحي علشان يتجنب انه ينسى. ايضا الاسئلة، هل ممكن سحب الدم عن طريق هاي القسطرة؟ طبعا ممكن، طبعا بشرط انه يكون الممرضة او الطبيب عنده خبرة بالتعامل مع هذا الكيموبورت. طبعا له اهمية خاصة البورتاكات او الكيموبورت مثل ما حكينا لمريضات سرطان الثدي، لانه العلاج الكيميائي اللي بينعطى بسرطان الثدي قد يمتد لعدة أشهر، وخاصة إذا كانت مستقبلات الهيرتو إيجابية. والنقطة الثانية أنه معظم أو كل هذه الأدوية في سرطان الثدي هي تعطى عن طريق الوريد، بخلاف بعض أنواع العلاجات الكيميائية اللي بتنعطى بأنواع أخرى من السرطانات مثل سرطان الكولون اللي ممكن يكون العلاج الكيميائي هو مجرد حبوب وليست عن طريق الوريد. حكينا عن أهمية البورتاكات أو الكيمو بورت وخاصة لمريضات سرطان الثدي، حنحكي بمواضيع أخرى ومتجددة إن شاء الله. كونوا معي على الموعد، دمتم بخير وسلام.